مرحبا، راح اصوركم عدة فيديوهات تخص حالات الخنق المتواجدة بالشارع او اي مكان تكون متعرضون به للخطأ. هاي الحالات راح تكون من الامام والخنق من الخلف والخنق من الجانب. اول شيء راح اروح لحالة الخنق من الامام، من شخص يجي من الامام يكون طويل ضخم، شو راح اخلص منها؟ اولا ارفع كوعي اروح اعبر من الايد الثانية، ولما عبرت راح اوجه ضربة وراح اخذ مكان بعيد. واحد اثنين ثلاثة اربعة، اهم شيء انه انا من افتح ايده ما اتطاول، يعني راح ارجع اخمم مره ثانيه، يعني انا خلقته افتح ايدي ارجع اخمم بيها مره، انا شو اسوي؟ واحد اثنين واخذ المكان، شكرا.